السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحة مزيانة؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم العلم نور مع نعيمة. اليوم درس جديد في اللغة الفرنسية، لا فراز انتيغوغاتيف. قبل ما نبداو الدرس ديالنا، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنا شفنا في الدروس السابقة أننا تعرفنا على لافخاس بصفة عامة والشروط باش تكون لافخاس صحيحة، وتعرفنا على لافخاس ديكلاغاتيف. اليوم غادي نتعرفوا على لافخاس انتيغوغاتيف. تبعوا معايا. لافخاس انتيغوغاتيف أو الجملة الاستفهامية، لافخاس انتيغوغاتيف سير ابوزي اون كويستيون، يعني الجمله الاستفهاميه تستعمل لطرح سؤال. Il commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. يعني الجمله الاستفهاميه كسائر الجمل كتبدا اولا بالماجيسكول، داك الحرف الكبير في اول الجمله، وتنتهي بعلامه الاستفهام. يعني الجمله الاستفهاميه تستخدم، يعني كنستخدموها باش نطرحوا سؤال على شي شخص ويجينا الجواب. والجمله الاستفهاميه كتبدا بالماجيسكول كما العاده وتنتهي بعلامه الاستفهام. يعني الجمله الاستفهاميه تنتهي بعلامه الاستفهام. مثلا Est-ce que tu as regardé le film؟ هل شاهدت الفيلم؟ Est-ce que tu as regardé le film؟ يعني الجمله regardé cette phrase. Au début, il y a une majuscule et à la fin, il y a un point d'interrogation. مفهوم؟ كتبدا بالماجيسكول وتنتهي بعلامة الاستفهام. Comment se construisent les phrases interrogatives؟ يعني كيف تشكل أو كيف تتكون الجمل الاستفهامية؟ عندنا الصيغة الأولى، هما عدة صيغ. نشوفوا الصيغة الأولى. Parfois, on ajoute simplement un point d'interrogation à une phrase déclarative. يعني كنضيفوا علامة الاستفهام للجملة الإخبارية. أننا شفنا في السابق الجملة الإخبارية تنتهي بنقطة. مفهوم؟ هنا في هذه الصيغة الأولى كنضيفوا علامة الاستفهام للجملة الإخبارية، أننا كنحذفوا داك النقطة اللي كتكون عند الجملة الإخبارية وكنعملوا عوضة جملة علامة الاستفهام. ولكن sans changer le sujet de place، يعني كنضيف علامة الاستفهام للجملة الإخبارية ولكن ما كنغيروش موضع السوجي. تي هو برونو بيرسونيل سوجي، كيلعب دور السوجي هنا في هذه الجملة. تي يا في تي اكزيرسيس، هنا جملة استفهامية. إلا عدلنا جملة إخبارية غادي تكون عندنا طبعا هكذا، يعني الجملة الإخبارية قلنا كتنتهي بنقطة. قالوا لك إلا ضفتي أن بوان دانتيغوغاسيون، يعني إلا ضفتي علامة الاستفهام للجملة الإخبارية كتولينا جملة استفهامية. ولكن كصيغة أولى السوجي كيحتفظ بالمكان ديالو، يعني ما كنقلبوش السوجي أو لو فيرب. مفهوم؟ هذه صيغة ثانية غادي نشوفوها من بعد. يعني الصيغة الأولى كيحتفظ السوجي بالمكان ديالو وكنضيفوا علامة الاستفهام للجملة الإخبارية. مفهوم؟ تمنى تكونوا فهمتوا هذا المثال. يعني الصيغة الأولى كنضيفوا علامة الاستفهام للجملة الإخبارية، يعني في الأول قلنا كانت عندنا جملة إخبارية كتنتهي بنقطة، ولكن إلا ضفنا علامة الاستفهام للجملة الإخبارية كتولي جملة استفهامية. وكصيغة أولى أن السوجي كيحتفظ بالمكان ديالو. مفهوم؟ كيبقى هو الأولاني، يعني ما كنقلبوش. مفهوم؟ sans changer le sujet de place. مفهوم؟ نشوفوا الصيغه الثانيه. الصيغه الثانيه on peut construire une phrase interrogative en plaçant le sujet après le verbe. يعني في الصيغه الثانيه كنقومو بانعكاس، يعني كنقلبوا لو سوجي او لو فيرب، يعني عوض ما يكون السوجي هو الاولاني كيرجع من مورا لو فيرب. مثلا ام تي لو فواياج، شتي هنا دون سيت فراز il y a une inversion du sujet. يعني ام تي لو فواياج، قلنا شنو في الصيغه الاولى كاينه السوجي كاينه هو في الاول في اول الجمله. تي ام لو فواياج،
Tu aimes le voyage sera l'oula ان السوجي كيكون في هو الاولاني tu aimes le voyage الصيغه الثانيه كنعملو une inversion du sujet كيرجع له الفيرب هو الاولاني والسوجي من بعده aimes-tu le voyage tu aimes le voyage aimes-tu le voyage c'est clair lorsque la question contient un nom ou un nom propre on lisse en première position le nom au nom propre, puis on effectue une inversion sujet-verbe en ajoutant le pronom personnel correspondant. Je nous mets à la question. Il y a un question ou ism alam. Ism de aïe chose, la porte, ism de l'hayawan, ism alam Ahmed. سوريا آية يعني السؤال اللي احتوى على الاسم أو اسم علم كنخليو داك الاسم في الأول ديال الجملة كيحتفظ بالمكان ديالو كيبقى هو في الأول ديال الجملة وكنعدلو انعكاس انفيرسيون باستعمال برونون بيرسونيل يعني المناسبة نشوفو المثال باش نفهمو حسن اي أحمد ont-ils fait les devoirs pour demain? Hassan et Ahmed ont-ils fait les devoirs pour demain? Souhait fait les noms. Hassan c'est un nom et Ahmed c'est un nom. Hassan et Ahmed, يعني souhait fait اسم. Ont-ils, يعني إذا تكرر يعني الاسم ماشي ضرورة حسن et Ahmed قدر يكون اسم واحد يعني الاسم إذا تكرر. يعني كنعدلو كنعوضوها في السؤال كنعوضوها بالبرونو بيرسونيل المناسب هنا عملنا il برونو بيرسونيل ثوازيام بيرسون دو بلوريال حيت عندنا حسن و احمد ont-il fait les devoirs pour demain يعني اذا كان السؤال فيه اسم او اسم علام كنحتفظوا بالمكان ديالو كيبقى في المكان ديالو وعاد كنعملو انفيرسيون دو سوجي فيرب كنعملو الانعكاس باستعمال برونو بيرسونيل يعني الاسم كيبقى في المكان ديالو في الاول ديال الجمله ومن بعد كنعملو اون انفيرسيون فهم الا كان عندنا مجموعه من الاسماء كنعملو برونو بيرسونيل كيكون في بلوريال والا كان عندنا اسم واحد كنعملو مثلا il ما عندهاش اس الا كان عندنا واحد الاسم كنعملو il او الى كان فيمينا كنعملو ال هنا عندنا حسن اي احمد بلوريال يعني دو بيرسون كنستعملو il برونو بيرسونيل ثوازيام بيرسون دو بلوريال يعني الجمله فيها الاسم كنحتفظو بالاسم في المكان ديالو وكنعملو اون فيرسيون دو سوجي باستخدام برونو بيرسونيل المناسبه داك الاسم مفهوم يتمنى يكون الشرح واضح وتكونوا استوعبتوا الفكرة نكملوا الدرس ديالنا On peut enfin commencer la phrase interrogative par est-ce que ou un mot interrogatif شنو هما لي مو انتيروغاتيف pourquoi combien comment où qui quel et quel يعني الجملة الاستفهامية يمكننا نبداوها ب est-ce que يعني بهل او نستعملوا الكلمات الاستفهاميه الكلمات الاستفهاميه قلنا هي pourquoi لماذا combien كم comment كيف او اين كي من quel يعني ما مثلا شوفوا الامثله est-ce que tu as froid هل انت يعني هل تشعر بالبرد هل لديك برد est-ce que tu as froid pourquoi vas-tu à l'école pourquoi vas-tu à l'école لماذا تذهب الى المدرسه combien êtes-vous dans la classe combien êtes-vous dans la classe يعني كم بكم في القسم شحال عددكم comment s'appelle ton ami ما هو اسم صديقك Où habite-t-il? Aina yaskunun? Qui a écrit sur le mur? Men kataba ala al-ha'it? يعني الجمل الاستفهامية يعني يمكننا نكتبوها بعدة سياق باستعمال هل أو باستعمال الكلمات الاستفهامية وهي كثيرة.
اختصار أن الجملة الاستفهامية تستعمل لطرح سؤال تبدأ بالماجيسكول وتنتهي بعلامة الاستفهام وتكتب عدة صيغ كإضافة علامة الاستفهام للجملة الإخبارية يعني كنحذف النقطة وكنعملوا علامة استفهام بدون تغيير مكان السوجي يعني السوجي كيحتفظ بالمكان ديالو لي في أول الجملة الصيغة الثانية كنعملوا انفيرسيون دو سوجي فيرب يعني كنقلبوا السوجي والفيرب كيولي الفيرب هو الاولاني والسوجي الثاني كما شفنا في الامثله والصيغه الثالثه يعني اذا كان عندنا السؤال كيحتوي على اسم او اسم علم كنحتفظوا به في المكان في اول الجمله وكنعملوا انفيرسيون دو سوجي باستعمال برونو بيرسونيل وعندنا صيغ اخرى في بداية الجملة الاستفهامية اسكو قلنا كيل بوركوا كومبيان كومون او اي كي نتمنى يكون الدرس مفهوم ويكون الشرح كافي ووافي شكرا للمشاهدة والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.